مرحبا رفاق، شكرا. كيفكم رفاق؟ شكرا. تحية للشهداء. كتفاً سلاحك رفاق. في نهاية الدورة أعطوا وعودهم لأجل مهامهم في ساحات العمل. اليوم نحن نعيش مرحلة حساسة، كما نعرف بأن العدوان التركي له برنامج العثماني وله تدخلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تدخلاته العسكرية لأسباب أمنية أو لأسباب أخرى. واليوم رفاقنا في هذه الدورة أعطوا وعود لكل شعبهم، وأعطوا وعود بأنهم الأمان والضمان لأرضه ولعرضه. إلى القتل! أحسن الدماء الشهداء! أحسن الدماء الشهداء! أنا ذاك الذي كل ما تعلمته!